أيها المعلم، أيتها المعلمة، أنتم في أشرف المهن التي لم يكن يزاولها في السابق إلا الصفوة المختارة من أبناء الأمة لرفعة مكانتها ولعظم أثرها، فالطبيب والمهندس والعالم كلهم صنائع المعلم، فأنتم أصحاب رسالة ولديكم أمانة لا بد من تأديتها على أكمل وجه، فمستقبل الأمة بين أيديكم، فلا تفرطوا بأي دقيقة أو ثانية بين طلابكم، اصنعوا عقولهم لتصنعوا المستقبل ولتنهضوا بالأمة، فلنبذل ما بوسعنا لنكون قدوة حسنة لأبنائنا الطلاب في التزامنا وتسامحنا وعدلنا وفي تعاملنا مع من حولنا على أسس قويمة من التقوى والصلاح والأخلاق الفاضلة. فكما قال الشاعر: إني أرى التدريس أشرف مهنة تبعاته من أثقل التبعات، فليتق الله المدرس دائما في من يدرسه من الفلذات.